اكتشاف بعد بحث مطول من العلماء تم اكتشاف أنه شكل الأرض ليس مدور وليس مسطح، ولكن شكل الأرض شبه منحرف. للمزيد من المعلومات معنا الدكتور حلبوب بن حلبوب ليحكي لنا على هذا الموضوع. ألو دكتور. نعم ألو. نعم شوف قبل ما نروحوا الإشكالية تاع شكل الأرض، باسكو كاين بزاف اللي يقولك بلي أنه شكل الأرض دائري، كاين بزاف اللي يقولك بلي أنه شكل الأرض مسطح، كاين بزاف اللي يقولك بلي أنه شكل الأرض شبه منحرف، ولكن هذا ليس المشكل تاعنا. علاش؟ باسكو المشكل تاعنا هو تسمية الأرض ماشي الشكل، التسمية. علاش؟ باسكو الأرض، كوكب الأرض اللي يسموه الأرض، مكون من 70% من الماء، يعني نورمالمون يسموه الماء ماشي الأرض. الكوكب تاعنا مكون من 70% من الماء، والسكان الأصليين للأرض هم سمك. احنا رانا ضيوف في الأرض، هذا مكان. أما بالنسبة للشكل، أنا شبونس بلي أنه شكل الأرض مثلث. فوالا. واو، سي فريك ما خممت لهاش. 70% 30 معلومة جديدة. كلنا نعرف الألعاب الأولمبية وفيها رياضات قابلة للتجدد، يعني رياضات جدد يدخلوا ورياضات واحد أخرين يخرجوا. معنا جروب ليديروا الألعاب ليست الأولمبية، وتأكلين إن شاء الله أنهم يتقبلوا كاش نهار في الألعاب الأولمبية. معنا روبورتاج. إيه طب السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم مع كوت زيزو. احنا يا ماشي رياضيين، شوفوا قدامكم 20 سنه ما درت سبور، مي الحمد لله راني بصحتي. حبينا بارتيسيبيو في الالعاب الاولمبيه وما خلوناش. نعلن اليوم افتتاح اول تدريبات الالعاب الاولمبيه. احنا عندنا ثلاثه لي ديسيبلين. عندك لا ديسيبلين الاولى 10 مترات قفز تحت الحواجز. لا 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 اروح منا اروح. هنا هنا هنايا وشنو هي قفز تحت الحواجز؟ احنا العب لا اولمبيه ماشي اولمبيه، فهمت ما فهمتش؟ لا مادام موري له تشوفي ان اكزومبل. فوالا بيان، عاودي ولي عاودي ولي، روحوا بين زوج كونسونتراسيون. وي مليحه نايس. عندك دوزيام رمي الانسان بالرمح، وعندنا الثالثه تشبك في البحار. بون تبعوني مليح، عندكم 3 بوينت اسونسيال اللي هما زير صدرك طرطق لي بيان صدرك، اخبط توجور تيري لا فاك سي بون، زير اخبط اي جو. مليحة مليحة. لا 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 توجور كي تخرج وقف صدرك دير فيه بالك توجور كان فراشات. هيا زيد زيد زيد، ما تحبش ما تحبش. وي زيد زيد